منذ بداية المأساة السورية لدينا مبدأان لم يتغيرا ولن يتغيرا. المبدأ الأول هو الحرب ضد الإرهاب، والثاني هو الحاجة لانتقال سياسي وهو رحيل بشار الأسد. بالنسبة للحرب ضد الإرهاب فإنها ستصير أقوى، وهذا ضروري بالتأكيد. وبالنسبة للانتقال السياسي المناقشات بدأت، عقدنا مباحثات في فيينا وسنعقد مزيدا من المباحثات في نيويورك، ولكن الواضح جدا هو أن نتيجة الانتقال السياسي هي رحيل الأسد، هذا واضح بجلاء.